سائل يسأل عن حكم بناء السجون في بلاد مسلمة. أقول وبالله تعالى التوفيق، لا أظن أن عاقلا ينازع في جواز بناء السجون في البلاد المسلمة، ولكن قد يشتبه الأمر على شخص فيقول إن السجون قد تحوي مظلومين، وبالفعل قد تحوي مظلومين، لكننا لا نقر الظلم بحال من الأحوال، لا نقر الظلم بحال من الأحوال، ونعوذ بالله أن نكون للخائنين خصيما أو أن نكون ظهراء للظالمين. ولكن كمشروعية بناء السجون يشرع بناء السجون في البلاد المسلمة. إن سئلت عن الأدلة فأقول مستعينا بالله هذه بعضها. أولا، ذو القرنين سجن يأجوج ومأجوج، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. فرحمة من الله أن ينكف أذى أهل الظلم عن المصلحين وعن المسلمين. وقد قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا، وأنوه على أن أغلب المساجين يكونون من المفسدين في الأرض، وإن كان هناك مظلومون أحيانا في السجون، لكن الغالب أن المساجين إما قطاع طرق أو مروجي مخدرات أو ملاحدة أو إلى آخره، فنسبة الصالحين في السجون المظلومين نسبة قليلة جدا بالنسبة إلى سائر المساجين. فهذا الدليل الأول. ثانيا، قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن سليمان عليه السلام مع الجن، قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، قال الله في شأن سليمان والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، مربوطون في القيود كحبس لهم. ثالثا، أن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. النفي من الأرض الآن يصعب علينا أن ننفي شخصا إلى دولة أخرى، دول لا تقبل، فإذا فعل للظالمين سجن يكف شرهم عن الناس فلا بأس بذلك. رابعا، شرع في ديننا تغريب الزاني البكر، ومن ثم تغريب الزانية البكر إذا زنت، قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خذوا عني الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. التغريب أين يذهب؟ بالمرأة إلى مكان آمن لا تسمح دول الآن باستقبالها، إنما مواضيع ممكن تغرب في السجن كبعد عن المكان، إبعاد عن مكان الفساد. خامسا، أن الأسرى الذين يتمكن المسلمون من أسرهم يدعوا في سجون، والنبي صلى الله عليه وسلم سجن ثمامة بن حبس ربط ثمامة بن أثال في المسجد ثلاثة أيام في سرية من سوار المسجد. خامسا أو سادسا، يذكر وليحرر السند في ذلك فلم يسعفني الوقت لتحريره، أن عمر رضي الله عنه اشترى دار صفوان بن أمية واتخذها سجنا. سادسا أو سابعا، عمر بن عبد العزيز الخليفة البار الراشد كان في زمانه سجن. ولا أظن أن أحدا من أهل الإسلام العقلاء يحاور في بناء السجن، إنما الذي يحاور فيه
أننا نسجن المظلوم، أن المظلومين يسجنوا، أن المظلومين يسجنوا. نحن لا نقر أبدا بسجن المظلومين أبدا، نبرأ إلى الله من ذلك، نبرأ إلى الله من ذلك، نبرأ إلى الله من أن يسجن مسلم ظلما من أجل دينه أو من أجل إيمانه. إنما السجن لأهل الظلم وأهل العدوان والذين يحادثون الله ويشاققون الله ويسعون في الأرض بالفساد. فلا يمنع أبدا من إنشاء سجن لكف شر هؤلاء عن الناس. والعقوبات التعزيرية موجودة، ولا أستدل بقول الله تعالى في شأن يوسف عليه السلام فلبث في السجن بضع سنين. قد يعترض معترض ويقول هذا سجن كفار الذين أنشأوه، ويوسف كان مظلوما. نعم يوسف كان مظلوما، لكن كان معه أيضا قوم ظالمون، كان معه خمار، وكان معه يعني يصنع الخمر، وكان معه الذي أراد أن يفعل بالملك ما فعل. ولا يستدل كذلك بقول فرعون لموسى عليه السلام لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لا يستدل بهذا، ففيما ذكرت غنيا مع المصالح العامة للمسلمين. فكف شر الظالمين عن الناس مطلب شرعي، فلا يستدل بأن هناك مظلوم قوم ظلموا وأودعوا في السجون على أننا لا نبني السجون. لا أقول بذلك، بل إذا كان هؤلاء الذين في السجن قوم أيا كان شأنهم وفسح عليهم في السجن بعض التفسيح بعض الفسحة، أولى من أن يضيق عليهم في السجن. كثير من الصالحين سجنوا، وغير الصالحين سجنوا، وكان أحدهم لا يجد موطنا في السجن إلا شبرين وقبضة. هذه مساحة السجن، شبرين وقبضة، يعني كل واحد ينام على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر أو على ظهره، وقبضة يتحرك فيها. فهذا بلا شك أنه أذى للمسلمين، فإذا فسح عليهم في السجن بعد التفسيحة فهذا بلا شك أرحم، أرحم كما هو واضح وبين. فلا أظن أن عاقلا ينازع في مشروعية بناء السجون لكف أذى الظالمين. لا أظن أن عاقلا من العقلاء ولا ذي لب ولا ذي علم ينازع في ذلك. إنما كما أسلفت، النزاع يتم متى؟ إذا قيل هناك سجون فيها أدوات تعذيب يعذب بها الصالحون. طبعا نستنكر هذا بكل قوتنا ومن سويداء قلبنا، نستنكر تعذيب أهل الإسلام وتعذيب المظلومين. فقبل أن يتكلم شخص بكلام عليه أن يفهم ماذا يقول ويعي ما يقول. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين جميعا، اللهم آمين. ونسأل الله أن يعيننا على أمور ديننا وعلى أمور دنيانا، وأن يحفظنا وإياكم من أهل الظلم والشر والفساد، وأن يفك أسر المأسورين المظلومين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين المظلومين يا رب العالمين. فإخواني انتبهوا، خذوا الفتوى المحررة بالأدلة، ليست المسائل عاطفية. لا ننجر وراء عواطف ولا وراء يعني يعلم ربنا أننا نقول دائما وأبدا عياذا بالله من أن نكون من الظالمين. هذا ولا أقول هذا وليس لنا مسجونون، لنا أبناء مسجونون، أبناء إخواننا في السجن وأبناء وإخواننا في السجون، نعرف تماما. لكن الغالب غالب السواد الأعظم على المساجين هم أهل شر وفساد، إلا من رحم الله، والله أعلم.